بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
سيدي؟ ما كان في داعي تجي. لو طلبتني كنت اجيت لعندك. سيدي بكل تسجيلات الكي جي تي ما في غير الشغلات القديمة. آردم. نعم سيدي. في بهذا العالم آلاف المراكز يلي لازم نوصل لهم الوثائق. طيب حاضر، أعطيني العناوين. البيت الأبيض، البنتاغون، والبيت الرئاسي، والكريملين، يعني كل المراكز السياسية الكبيرة، CIA والFBI والموساد، لكل المخابرات السرية العالمية، وبعد أمريكا لأوروبا وأفريقيا والصين ولكل الإعلام العالمي. بدي تصل لكل مكان وبنفس الوقت. طيب شو مضمون هالوثائق؟ بدي افضح نظام هالمجرمين وألعابهم الوسخة يلي عم يحكموا هذا العالم. ما بنحسن نعملها. شلون يعني ما بنحسن؟ في نظام بيتحكم بكل شبكات الاتصال بالعالم، يعني كل خطوط التليفون وشبكات الانترنت يلي بهالعالم لازم تمر من عنده، وهالنظام بيفلتر الكلمات، وفي عنده كلمات محددة بيكشفها بسرعة، وكل الأسماء والعناوين بيقراها النظام فوراً. باللحظة يلي منبعت فيها الوثائق فوراً هالنظام بيفلترها وكأنه قاموس، لهيك كل المعلومات يلي بدنا ننشرها بيحجبها. لا تقلي إنه هالشي مستحيل، قلي شلون بنعملها. هن أسسوا هالنظام، يعني لازم نخترقه. معناتها لازم نخترق هالنظام. أنت بتعرف وين مراكزه؟ عندهم كتير مقرات بالعالم، بس كلهم محميين. أي واحد من مقراتهم يلي ممكن نخترقه بأسهل طريقة؟ مصر. مبدئياً نحن لازمنا شخص هنيك يقدر يفوت على المقر ويتواصل معنا. أنا رح أأمن هالشي. في عندك حدا هنيك؟ أنا رح أعملها أردم. سيدي هالشي مستحيل. طلبتني لهون لأتفرج على هذا الفيلم. ليش في عندك شيء أهم؟ عم بتعامل مع منظمة كبيرة. يا ريت لو يصح لي وقت لأتسلمت لحكايتك تمام، ويمكن ساعتها كنت صورت لك شيء فيلم يناسبك. إذا كنت حابب تصور فيلم لازم يكون عندك سيناريو. سيناريو براسي وما بشاركه مع أي حدا لأنه بينسرق. طيب عندك ممثلين شاطرين؟ ايه عندي، وشاطرين كتير. شو اسم الفيلم؟ في براسي اسم. اسمع، الاسم لازم يفاجئ الكل. إيداعش أيلول. انت شو رأيك بهذا الاسم؟ حلو. الجزء الثاني.
هلأ كمان رح تغفل على الكرسي مثل العادة، وبعدين بتنشكل رقبتك وبتتوجع. شو بدي أعمل؟ ما بحسن أبداً مد رجلي والكعبة قبالي. طيب أخذت أدويتك شي؟ إيه أخذتها لا تقلقي. أنا رح فوت نام شوي. اسمع، لا تروح تطوف حوالين الكعبة بدون ما تخبرني، ماشي؟ بعدين بيشغل بالي عليك، ولا بقول له لمراد إنك تعبان وما بتهتم بصحتك. مثل ما بدك، تمام. بدك شي قبل ما فوت؟ لو سمحتي في ورقة وقلم عندك هنيك فوق الطاولة. بدي أعزبك، جيبي لي اياه اللي عندي. عندي فضول أعرف شو رح تكتب على هالورقة. بعد ما أخلص رح أعطيك إياها، وقتها بتقريها. وبعت لك اياهم على جهازك. ماشي ادم. رح شوف وين نقطة الضعف بهالمكان. لاقي لي مفتاح الفوت إلى هنيك قبل ما تهبط الطيارة ادم. أنا عم حاول سيدي. نحن ما فينا نساوي أي شيء. هذا هو الوضع يا سيد حقي. الظاهر انه انت ما عم تفهم علي. قلت لك لازم احكي مع السيد فهمي بخصوص ورثة وهاب كوزو زاده. انا قلت لك انه هالشي مستحيل. طيب وجاهد نفس الشي كمان؟ ايه، محبوسين مع بعض وبتطبق عليهم نفس القوانين. طيب شو يلي مخليك تكون متأكد انه جاهد ما راح يساوي له شي؟ انت كنت رفيق مراد عالمدار، وعلى اساس انه مراد مات، وبعدين انت تقربت منهم كتير وهنن سامحوك وسامحوني كمان، وبعدها انفجر المكان، والمفاجأة بس انت والمعلم نفدتوا، وعلى اساس المعلم يفيق من الغيبوبة ونحن نصير احرار، ما هيك؟ شو هالمسخرة؟ معناتها قلي شو الشي الصحيح. مراد عالمدار عايش. بالعملية يلي انت ساويتها هو مسكني، وبعدين حطك هون لتكون حارس علي. متأكد انه في اتفاقية بين مراد وأبي، يعني مقابلي انا رح ياخد شي، وبالنهاية يا أبي رح يموت يا أنا. أنتوا الاثنين، أنت هيك من زمان؟ ولا هالوحدة اللي عشتها من سنة ونص ساوتك هيك؟ لنشوف لما تعيش سنة لحالك شو رح يصير فيك. بس أنا مالي لحالي. أنت كيف بتقدر تقعد مرتاح هيك؟ يلي بعرفه أنه الأشخاص يلي أخذين تدريبات خاصة مثلك ما فيهم يقعدوا بهيك مكان بدون ما يعملوا شيء. شو قصدك؟ بيعملوا المستحيل ليهربوا من المكان، بيحفروا نفق بمعلقة، بيعملوا سلاح بفرشاية أسنان، شو بيعرفني؟ بيلاقوا طريقة ليهربوا. وأنت شو عم بتساوي؟ عم بتقلي ادعي من شان ما يموت المعلم. عندي خطة لنهرب.
أنا حفرت نفق وعن قريب رح نطلع من هون. معناتها ما عنا حل هلأ غير ندعي إنه المعلم ما يموت. هذا المفتاح لفوت؟ ايه سيدي. العاملين بهالمقر بيفوتوا عن طريق بصمة ايدهم او بكلمة السر يلي بيعطيهم اياها رئيسهم. بصمات الاصابع فيك تاخدها بالطريقة تبعك، بس لتعرف كلمة السر لازم تخلي الرجال يحكي. طيب قلي وين بلاقي هالرجال غير بمكان الشغل؟ كل العمال بالعادة بيعملوا حفلات بالصحراء منشان يلفتوا الانتباه. عندك شي معلومات تانية؟ لهلا ما في غير هي المعلومات، بس تصير جوات المقر وتحط الفلاشة اللي أعطيتك إياها بالكمبيوتر الرئيسي، ساعتها رح ينطلب منك كلمة سر. أنا خلال 10 ثواني رح أحاول أكسر كلمة السر. إذا صار كل شيء مثل ما بدنا وقتها ما رح يكون قدامك غير 3 دقايق لتخلص، لأنه بعد 3 دقايق رح يتحول المقر لمتاهة مسكرة لا إلى مدخل ولا إلى مخرج، وبيتفعل نظام التدمير الذاتي. وإذا كان في مخاطر تانية فما بعرفه. طيب أردام، شكرا. بصحتكم يا شباب. جوا انت مع مين عم تحكي ولك؟ جاوبني لشوف انت من اي عشيرة؟ احكي انت من اي عشيرة؟ خلاص انت روح منها. شاب شاب صحيح.
لا تشغل بالك، كل شي بيصير هون بيضل هون. شوف عن وشك. لا بدي استنى شوي ليتحسن مزاجي. مين هداك الرجال؟ ما بعرف، أول مرة بشوفه. رح أخذ لهم كاس. بس تشرب يتحسن مزاجك. يلا قوم رقص مع الصبية الحلوة يلا. هلا فهمت، ما بدك تكشف عن وشك، أنا بكشف لك إياه. أصحك تلمسني. صبلنا كاس كمان. شو عم بيصير؟ شو هالانفجار؟ طلعونا برا بسرعة. يلا بسرعة بسرعة. يلا كدوا كدوا. شو هالانفجار هذا؟ يلا مراد؟ يلا كدوا لبرا. شو عم بيصير كمان؟ مين أنت ولاك؟ يلا كدوا. قل لي كلمة السر. أي كلمة سر؟ هالإيد بتكفيني. شو بسرعة عم يهرب. كدو شو صار؟ هجموا على الخيمة اللي كنا فيها. طموحك. آخ آخ آخ. خدونا جوا بسرعة يلا. قتلون كتير كبير، قتلوا كتير منا والبقية مجروحين. ساعدونا. هجموا الخيمة، رح نروح فورا.
وين هويتها؟ سمعت؟ قال هاجموا الخيمة. ايه سمعت. دعيق انهم ما يوصلوا لهون. انت شو عم تعمل هون؟ بالحقيقة انت ارتكبت غلطة. ومضطر لك. سيدي عم تسمعني؟ انت منيح؟ قدرت انه تفوت لجوا؟ سيدي عم تسمعني؟ عم بسمعك أردن. فرحت لاني سمعت صوتك. هلا افتح الباب يلي قدامك. بعد 15 متر في درج بينفذك لتحت. سيدي حليت موضوع البصمة وكلمة السر؟ ايه. مين منكم مجروح؟ سيدي شو الموضوع؟ انقطعت الكهرباء أردن. معناتها ما عاد فينا نساوي شي بنوب. بس أنا عم شوف إنه في ضو جوا. ما تنقطع الكهرباء بغرفة النظام، بس ما عاد في طريقة تقدر تفوت. سيدي لازم تطلع من عندك بسرعة. الطاقة، القوة. سيدي أنت عم تسمعني؟ إيه. تسمعني؟ لازم تطلع فورا. سير كلمة السر.
أردن. كسرت كلمة السر. بلش العد التنازلي. معك بس 3 دقائق. ما بيمشي الحال بهي أغبياء. بعده هيك نظام التدمير الذاتي اشتغل، لازم تطلع من عندك بسرعة. وعدتوا انكم رح تنسحبوا وتشيلوا ايديكم الوسخة عن كل هالاراضي، بس ما التزمتوا بوعدكم. رح اخرب لعبتكم يلي خططتوا لها من 13 سنة بايد 11 ايلول. هاي الدنيا ما رح تكون مسرح لالكم. من هلأ ورايح ما راح يضل ولا اتفاقية وسخة، وكل أعمالكم الإجرامية ما راح تضل سرية. إجت نهاية نظامكم يلي عم يلف العالم وعم يحاوطوا مثل شبكة العنكبوت. أنا عهدت حالي إنهي هاي اللعبة وراح أقلب الدنيا فوق روسكم.